إن في مرة وصلني تليفون من رقم غريب، فلما رديت أهلين يا ماريا، كيف حالك؟ مدري إيش. قلت لها أهلاً، قالت ما عرفتيني. يا رب الصوت خفق قلبي له كذا، إن في هذا الصوت أعرفه، هذا داخل عندي يعني. قلت لها طيب تكلمي شوي، هي ما لحقت تكمل الجملة. قلت لها أنت أبلة كذا، قالت لي أوه ما شاء الله. قلت لها ما أقدر أنسى أبدا، يعني خصوصا هذه المدرسة ما أقدر أنساها. وكان يعني امتناني وفرحتي أكثر إن هي واثقة فيني ورسلت لي مريضة تعز عليها، يعني هي قديش هي فخورة فيني إن هي اتصلت علي وطلبت مساعدتي. فشعور جدا جميل. هل كنت أنسى الفضل يا أستاذة؟ حولتني بحرا وكنت رذاذا، ونهلت منك العلم سيلا صافيا، حلوة. وبنيت جيلا للعلا أخذا. لما نرجع بالذاكرة إلى أيام قديمة، أي واحد فينا لازم في مر في حياته معلم مميز خلاه يحب هذه المادة، ويمكن هذه المادة بنت مستقبله وصارت مهنة له. شفت من بعض المعلمات الألفة، الاهتمام، مما يعني أدى إلى أني خلاص يعني حسيت أن هذا المكان هو البيت الثاني إلي، في شيء محبوب إلي. هؤلاء المدرسين لن أنساهم ما حييت، أعتبرهم وسام على صدري، إن كانوا أحياء أو أموات الله يرحمهم جميعا، فقد لعبوا دورا كبيرا في حبي للفن، وأنا ممتن لهم على مدى حياتي. الحقيقة ما أقدر أني يعني أخص معلمة فقط بالذكر، لأن كلهم عزيزين على قلبي وكلهم أحبهم، وما زالت يعني لي علاقة فيهم، بعضهم أصبحوا صديقات، ما زلت طبعا للآن نتعلم إلى اليوم، وبكرة إحنا نتعلم وندرس. كنت أتذكر كل شخص مسك إيدي وطلع وياي خطوة بخطوة، درجة درجة، إلين ما وصلنا اللي إحنا فيه. فاللي جف بالي إن ما أتوقع أن دقيقة واحدة راح تكون كافية لتوفيهم حقهم الجزيل والعظيم في كل ما يقدموه من خدمة المجتمع وخدمة أبنائنا الطلاب. كان جيلنا يعني المعلم عندنا شيء كبير، إلى احترامه، إلى قيمته. إلى اليوم لما نشوف معلم يفز قلبنا إلى المعلم، يعني نحترمه نقدره، يعني توفقنا في أغلب المعلمات من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، وفعلا يعني شعرت بقيمة المجهود الجبار اللي يبذلوه المعلمين والمعلمات أيام الكورونا. ففعلا يعني الله يعطيهم العافية على المجهود الجبار اللي كانوا يسووه واللي ما زالوا يسووه مع أولادنا. لازلت أتذكر معاناتك وجهدك الذي بذلته، فكم تحملت من شقاوتنا، تفاوت أفهامنا. لازلت أتذكر كيف كنت تشجعني في الإذاعة المدرسية، كنت أرتبك عندما أظهر أمام الطلاب، أنت تأخذ بيدي وتقول سر نحو الأمام وتقدم. كل ما وصلنا إليه الآن وكل ما وصلت إليه، وإن كان في وجهة نظرك هو القليل، ولكن نحن نعتبره كثير جدا، فشكرا لك بحجم السماء. طبعا في هذا اليوم أحب أشكر كل المعلمات، وأول معلمة في حياتي اللي هي أمي، اللي علمتنا حب المعلم، وكانت دائما تحثنا على احترام المعلم وحب المعلم. حب المعلم طغى علينا كلنا كأسرة. يعني أنا ما أعرف وش كلمة الشكر اللي توفي حقهم كمعلمين، قدموا هذا العطاء. اليوم إحنا نشوف المهندسين والأطباء والتجار ورواد الأعمال والفنانين، كلهم المعلم هذا كان له فضل عليهم. ف
فألف شكر إلى كل المعلمين بلا استثناء، وأتمنى أن أنا أخذ منهم هذه الجزئية أن أنا أقدر أعطي، وأتمنى اللي قدامي يكون أفضل مني. كان عندنا حفل تخرج وكنت مسؤولة عن إلقاء كلمة الخريجين. في هذا اليوم أنا يعني كنت متوترة لدرجة أن قبل ما أطلع المسرح كنت أنا أصيح. ما أنسى المعلمة اللي مسكتني وقالت لي أنت قدها، وعطتني يعني كذا ملاحظة أن أنت بتقدرين بهذا اليوم. وفعلا طلعت على المسرح ألقيت الكلمة بكل هدوء وبدون توتر. الموقف بنى شخصيتي بعدين، خلى عندي ثقة أني أخاطب الجمهور، أخاطب أي أحد، حتى بوظيفتي صقلتني أني أنا ما أخاف من أي شيء. أقول شكرا لكل معلم قدم لي علما أو نصيحة أو توجيه، وبفخر أقول لكم كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: قم للمعلم يوفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. في الختام أحب أقدم الشكر الجزيل لكل من علمني حرفا، لكل من خط لي دربا، لكل من مد لي أفقا. شكرا معلميني. وأنا ممتن لهم على مدى حياتي، وشكرا لكل من بذر في حب الفن، وألف تحية لكم جميعا. فشكرا لكم ودمتم بخير. شكرا معلمتي. شكرا. شكرا من هني للسماء، وإن شاء الله دائما تتذكرونا بخير زي ما إحنا دائما وأبدا نتذكركم بخير. وحبيت أشكر كل معلمة مرت في حياتي ويعطيكم العافية. يعني أقول شكرا معلمتي، يعني فعلا كانوا معلمات قدوة إلى الجيل الجديد. شكرا جزيلا. أنا طبعا لما أتصور أتكلم أحسن من تقول لي تصويرة بهدل. لا ما وشوش عيد عيد وشوش يقول ايش رايك تطلع حلو ترى عجبك والله عجب ما تلقيت دعوه زي بالضبطي لانه بقول كان قصه تصير عيد من جديد عيدها يلا هذه حق خلف الكواليس خلاص يبدو لي ان الثاني احسن خلاص لا لا بس انا خلاص جا في بالي افكار ثانيه انا اخر مره جلست جلسه في استديو ميثم بس انا كيف الحين اقولها واصور يعني كذي انا ما ادري ايش تبغوا بعد مو تصوروا على طول خلوني يا ليلى اذا بقعد اقول مواقف ما بيجي دورها حرام ان يكون رسولا